مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بدأت الحركة التجارية في مدينة الخمس تشهد انتعاشاً واضحاً، لا سيما أسواق ومحلات بيع الأجهزة والمعدات المنزلية، حيث تشهد إقبالاً كبيراً من الأسر والعائلات للتجهيز لشراء حاجياتهم اللازمة للعيد. بالنسبة لإقبال الزبائن الوقت الحالي في إقبال، ابتدت من أمس في إقبال، في زبائن يجوا يشروا، في زبائن يدوروا في البضاعة. بالنسبة للبضاعة متوفرة، وبالنسبة للأسعار، الأسعار متناول الجميع، والسعر قاعد زي السعر اللي فاتت، ما في أسعار زايدة، في أسعار ناقصة. شراء مستلزمات العيد وفي مقدمتها المعدات والأدوات المخصصة لذبح الأضحية ولوازم الشواء والأكلات الخاصة بالعيد إلى جانب لوازم الضيافة هي أمور ضرورية تحرص العائلات الليبية على اقتنائها قبيل عيد الأضحى المبارك. أسعار زايدة شوية مقارنة بالسنوات الماضية، لكن قاعدة معقولة شوي، يعني مش بالزيادة الكبيرة. يعني الحاجات الضرورية اللي هي سكاكين وحاجات وشوايات وحاجات، كلهم أسعارهم فيهم زيادة شوية على العام اللي فات، لكن معقولة. رغم ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أنهم ما زالوا يحافظون على العادات والتقاليد المتبعة لاستقبال عيد الأضحى وشراء لوازمهم الضرورية لهذه المناسبة المباركة. كما هو الحال في كل عام، يحرص المواطنون في مدينة الخمس على شراء مستلزماتهم اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في مقدمتها المواد والمعدات المنزلية. إبراهيم الكاسح، ليبيا الأحرار، الخمس.